السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد الحصة هي خاصة بالتعبير الكتابي. سبق لي وهاد العمل درت لكم بالنسبة للامتحانات الإقليمية على مستوى اللغة الفرنسية على مستوى لابخوديكسيون إيكريت. أنا غنخليكم الرابط في أعلى الفيديو وأيضا في صندوق الوصف. اليوم ان شاء الله نفس العمل غنخدمه معاكم على مستوى التعبير الكتابي. اذا كيفاش يمكن ليا نستعد لامتحان الاقليمي الموحد على مستوى التعبير الكتابي او للانشاء؟ كيفاش يمكن ليا نحضر الانشاء؟ اشنو هما المواضيع اللي كيتنزلوا؟ انا حاولت انني نبحث لكم في جميع الامتحانات السابقه، الامتحانات اللي دازت في المدن المغربية أو في الأقاليم المغربية في الأعوام الفايتة، ودرت واحد الجميعية ديال مجموعة المواضيع. يعني دوك المواضيع اللي كيتعاودوا اللي كيتحطوا بكثرة هما اللي حطيت لكم دابا، فما عليكم إلا تتبعوا الفيديو حتى الآخر ديالو، وإن شاء الله أكيد غتكون استفادة. وأنا راه الإشارة ديالكم، أي استفسار فخليوا لي غير تعليق تحت الفيديو وأنا إن شاء الله نعود ندرج لكم في فيديو اخر بحول الله. اذا ندوزو للتطبيق. اذا شوفوا معايا هنايا اول موضوع اللي كيتعاود بكثره اللي هو كتابه رساله لصديق. اذا كيفاش يمكن لينا نكتبوا رساله؟ اشنو هما هاد التصميم ديال الرساله؟ كيفاش كنعملوا؟ كيفاش كيكون الموضوع ديالها؟ طبعا انا عطيتكم غنعطيكم دابا واحد النموذج اللي غادي تتبعوه، وان شاء الله الا تبعتوا هذا النموذج فما غاديش يكون عندكم مشكل. ما علينا الا اننا نلتزموا بالموضوع اللي عندنا. طبعا راه ما غاديش يعاودوا لكم موضوع، وانما غادي يجيبوا لكم موضوع اخر، ولكن الرساله التصميم ديالها راه كيبقى هو. اذا نمشيو للتصميم. اذا شوفوا معايا هنايا، الا غنكتب واحد الرساله للصديق ديالي، المطلوب مثلا في الامتحان كتابه رساله لصديق. اذا اول شيء اذا كنكتبوا اللي هو التاريخ، ثم المدينه. طبعا انا كنختار المكان في الورقه، المكان اللي غادي نكتب فيه مثلا التاريخ والمدينه، مثلا اما في الجانب مثلا هنا في اليمين او لا على اليسار. ثم اسم المرسل اليه وعنوانه، عفوا اسم المرسل وعنوانه، يعني شكون اللي غيكتب هاد الرساله. طبعا انت اذا غتكتب العنوان ديالك والاسم ديالك، مثلا فلان مثلا، والعنوان مثلا اللي كتسكن فيه. ثم المقدمه اللي هي جمله، مثلا الجمله ديال داك الخطاب، مثلا السلام عليكم، كيف حالكم صديقي العزيز، مثلا كيف حالك، الى غير ذلك، الى جانب ايضا التحيه نفس الشيء. ثم هذا هو اللي كيتبدل لينا. شوفوا معي اعزائي اللي كيتبدل لينا في الرساله، اللي هو متن الرساله او الغرض من الرساله، وهو الموضوع اللي كيعطيونا في الامتحان اللي كنكتبوا فيه. مثلا كيقول لك مثلا اكتب رساله لصديقك، مثلا تستفسره او مثلا تحكي له عن زيارتك مثلا لمدينه ما. اذا الموضوع اللي غادي نكتبوا فيه راه التاريخ والمدينه، اختار اي حاجه، ولكن الموضوع غتكتب على ديك الزياره. ثم في الاخير الخاتمه، ثم التوقيع غتكتب الاسم ديالك. انا عطيتكم هنا واحد النموذج تطبيقي. اذا عندنا هنايا المدينه والتاريخ، ثم عندنا هنا العنوان وغضيفوا الاسم ديالكم، هنا التحيه الى صديقي العزيز، ديك المقدمه ديال الخطاب، ثم التحيه السلام عليكم ورحمه الله الى غير ذلك. ثم هنا الموضوع ديال الرساله او متن الرساله، اكتب هذه الرساله لاخبرك الى غير ذلك. في الاخير اذا التحيه ديال النهايه، وايضا التوقيع. اذا هذه بالنسبه للرساله. اذا ندوزو لموضوع اخر. اذا هنايا الا قالوا لنا وهاد المواضيع اللي كتكرر، واحد النقطه هنايا نشير لها، هو انه غالبا ملي كيعطونا كيقولوا لنا
اكتب شي موضوع على واحد مثلا مقاله، او لا اكتب موضوعا، فكونوا اكيدين ان الموضوع اللي كنكتبوا عليه راه كتكون عنده علاقه بنص الانطلاق اللي عندنا في الامتحان. داك النص اللي كيعطيونا مثلا كنشكلو اوكي، ودوك الاسئله ديال الفهم راه كيكون عنده علاقه بداك الموضوع ديال التعبير الكتابي اللي غادي نكتب، ما كيخرجوش لنا على الموضوع. مثلا كنا كنتكلموا مثلا في النص اللي عطاونا في الاعلى ديال الامتحان، مثلا كيتكلموا لنا مثلا بحال هنايا الهاتف الذكي، فكيجيو كيعاودوا يكتبوا لنا مثلا في الموضوع، كيطلبوا لنا موضوع عن الهاتف الذكي على الفوائد. دائما نكتب التعريف مثلا، نحاول انني لان هذا الموضوع كنعالجو في مقدمه وعرض وخاتمه، نحاول نعمل واحد التصميم مبسط للموضوع اللي غنكتب فيه. مثلا المقدمه شنو غنعمل فيها؟ المقدمه مثلا نكتب فيها التعريف ديال داك الموضوع اللي غيعطوني، داك مثلا غنكتب على واحد مثلا التلوث، ندير مثلا تعريف على التلوث، نجي للعرض مثلا واش قالوا لنا مثلا سلبيات التلوث، مثلا الاضرار ديال التلوث، اذا هادو غنكتبهم في العرض. مثلا في الخاتمه كنشوف مثلا كيف يمكننا القضاء على التلوث. مثلا في الخاتمه بعض المرات، وحنا غادي نشوف معكم مواضيع اللي جايه، مثلا شي مرات كيقول لك مثلا كتب لي الشعور ديالك حول هذا الموضوع، مثلا احساس ديالك. اذا فانا دائما كندرجو في الخاتمه. اذا بالنسبه للموضوع الموالي فنفس الشيء، هنايا موضوع مختلف يتعلق برساله الى صديق ولكن موضوع مختلف. هي فقط باش هنا نبين لكم ان راه دائما ملي كيعطيونا كتابه رساله، راه ماشي دائما تيكون عندنا نفس المتن، نفس الغرض، نفس الموضوع. التصميم يبقى هو التصميم دائما نفسه، ولكن اللي كيتغير لنا هو الموضوع فقط. التحيه كتبقى هي العنوان، مثلا المرسل راه ديالك، مثلا العنوان ديالك، الاسم ديالك كتكتبه هو، ولكن اللي كيتغير لنا فقط هو موضوع الرساله. اذا بالنسبه للموضوع الموالي هنايا، احتفلت مدرستي بذكرى المسيره الخضراء، اصف الانشطه التي شاركت فيها مع ذكر شعوري واحساسي. اذا هنا اعزائي شوفوا معايا، عندنا نسطرت لكم على واحد جوج الكلمات اللي هي الوصف، اصف، شعوري واحساسي. هنا عندنا اختيار، يا اما نكتب مثلا الموضوع بشكل عام او نعالجه في مقدمه عرض خاتمه. طبعا بالنسبه لتصميم الموضوع راه ماشي بالضروره نجي نكتب مقدمه ونبدا نكتب عرض، نبدا نكتب، يكفي انني نخلي واحد الفراغ في اول الفقره اللي غادي نكتب. مثلا غنكتب المقدمه، نشير لها مثلا، شوف هنا نخلي واحد الفراغ ونكتب مثلا ديك المقدمه، ملي نسالي من المقدمه نرجع عاود نخلي فراغ ونكتب العرض ديالي، ملي نسالي عاود نخلي فراغ ونكتب الخاتمه. هنا ركزوا شوفوا معايا مزيان، راه قانوننا اصف، ملي كنقول اصف بمعنى راه كنستعمل النعوت، يعني كنوصف دوك الاحداث، ماشي راني كنحكي ولا ماشي كنحاور، وانما كنستعمل الوصف، يعني اصف ما ارى، داكشي اللي عملت، داكشي اللي شفت، اصف. ثم ذكر شعوري واحساسي دائما هنايا في الخاتمه، نسطرت لكم عليها. اذا بالنسبه الى غنذكر الشعور ديالي والاحساس ديالي طبعا في اخر الموضوع، ساتكلم مثلا واش كنت مثلا فرحه بهذا الاحتفال، كنت مثلا هنا راه عطيتكم واحد المقدمه، نظرا لضيق الوقت ميمكنش ليا نعالج لكم المواضيع كامله، طبعا لان المواضيع تتغير، وانما انا كنعطيكم لي تكنيك، التقنيات اللي غادي تكتب بها مثلا الموضوع. اذا بالنسبه للموضوع الموالي هنا شوفوا معايا اعزائي، في واحد الامتحان لقيت لكم هنا بانهم عطاو جوج المواضيع، طبعا هنايا اكتب في احد الموضوعين، ما عطاوناش نكتبوا فيهم جوج، وانما كتختار الموضوع اللي انت ممكن تكتب فيه بسرعه، ممكن تعالجو، اللي عندك فكره عليه كنختارو وكنركز فيه وكنكتبو. هنا كيف ما كتشوفوا اكتب رساله، اذا هنا الموضوع دائما كيتعاود لينا ديال الرساله، وكونوا يعني اكيدين انه يعني واحد 80%
الموضوع يعني دار رسالة كيتعاود لينا بزاف، كيتنزل لينا بزاف، ركزوا عليه بزاف وحضروه بزاف، دربوا على التصميم، على كتابة رسالة او التصميم ديالها باش تعقلوا عليه. وعندنا هنايا في الموضوع الثاني الوصف، صف احد تلاميذ مؤسستك. اذا هنايا الوصف، هنا علاش اختارت لكم هذا الموضوع هنايا باش نتكلموا على هذا الجدول، هذا الطابلو. كونوا اكيدين اعزائي ان المصحح باش كيكون يصحح لكم الموضوع ديالكم، فهو كيركز التصحيح ديالو على هاد الافكار، على هاد التقنيات، او لا نقولوا على هاد اللي بغينا نسميهم هاد لي تكنيك، ما عرفش كيفاش نقولها لكم، يعني ما هو ضروري وما يجب ان يكون عليه موضوع. يعني هنا كنشوفوا التصميم، واش احترمتي العناصر، يعني مقدمه عرض خاتمه في داك الموضوع. هنا الارتباط بالموضوع، مثلا قال لك صف احتفال، مثلا صف احد تلاميذ مؤسستي، كيقول لك صف احد تلاميذ مؤسستك، وانت كتجيب له مثلا كتكتب له على وصف مثلا الحديقه ديال المدرسه. لا، اذا هنا خصك ترتبط، تبقى دائما مرتبط بالموضوع. مثلا هنايا تنظيم الافكار، ما يمكنليش انا نجي غنعمل الوصف، نجي مثلا نوصف هاد التلميذ مثلا الشكل ديالو، ونجي نجي نوصف المدرسه، ونعود نرجع نوصف مثلا الاهتمام ديالو بالدراسه. لا، خصني الافكار ديالي تكون منظمه. ملي كان مثلا مطلوب مني الوصف مثلا واحد القاعه، وصف مثلا ديال واحد المكان، راه كاين طريقه، مثلا كنمشي من العام الى الخاص، نمشي من الخاص الى العام، فهم. وانا ماشي كن، يعني الافكار ديالي تتكون منظمه. ايضا سلامه اللغه، هادشي تنهضر لكم عليه راه في المواضيع كاملين، هادشي علاش اقترحت عليكم هذا الموضوع اللي فيه هذا الجدول، سلامه اللغه. طبعا انا الان كنشرح لكم بالدارجه، من المفروض انني نشرح لكم باللغه العربيه، لكن لي انا كنشرح بالدارجه باش انني نوصل يعني العدد كبير ديال الناس، خصوصا الامهات والاباء اللي كيبغوا يراجعوا مع الوليدات ديالهم. اذا بالنسبه لك انت مثلا غادي تكتب موضوع، ما غاديش تكتب بالدارجه، ولكن ستكتب باللغه سليمه، باللغه العربيه سليمه، غتطبق فيها القواعد اللي انت كتشوفهم اللي تعلمتيهم. اذا خص تكون عندنا سلامه اللغه، ثم حسن استعمال علامه الترقيم والروابط. ميمكنش عزيزي مثلا انت كتبتي مطلوب منك كتابة رسالة، وتكتب مثلا التحية وما تديرش فيها حتى فاصلة، عندك فقرة مثلا فيها ثلاثة، تكتب مثلا في موضوع عندك مثلا 10 ديال الأسطر أو 8 أسطر، وفي هذوك 8 أسطر ما كاين لا فاصلة لا نقطة، ما كاينش، ما يمكنش. عندك مثلا حوار، عندك مثلا غتكتب حوار، ما كديرش مثلا نقطتين، ما كديرش مثلا علامة استفهام، عندك سؤال ولكن انت ما كتعملش علامة الاستفهام، عندك مثلا تعجب ما كديرش علامة تعجب، عندك مثلا غادي تشرح ولا مثلا غدير مثلا فلان او مثلا البائع، خاصك تعمل جوج نقاط. مثلا عندك واحد الكلمة مثلا خصك تعملها بين قوسين، إلى غير ذلك. إذا خصنا نستعملوا هاد علامة الترقيم بشكل، وضروري علامة الترقيم، لأن يعني المصحح كيسهل عليه باش أنه يقرأ الموضوع ديالك ويفهم. ثم ملائمة الشعور، إذا هنايا ملائمة الشعور، مثلا أنت كتكتب موضوع مثلا عندك احتفال، ومثلا وجيتي في الاخر عندنا حفله، وكنتي كتتكلم بانك فرحان، وانك يعني كنتي كتشارك مع اصدقاء ديالك، ودرتي مسرحيه، وفي التالي جوك انا حزين لانني لم تعجبني الحفله. ما يمكنش. اذا هنايا خصنا نحترموا يعني داك الشعور اللي غنعبروا عليه يكون ملائم. وايضا شيء مهم هو جوده الخط والتقديم، فأعزائي ردوا البال مزيان، لأنكم مع الارتباك ديال الامتحان وأول مرة كتخوضوا التجربة ديال الامتحان الإشهادي، فكيوقع لكم ارتباك، فحاولوا ما أمكن أنكم تجودوا الخط ديالكم، ميكونش خط طبعا اللي هو ما عرفتش نموذجي، وإنما الخط يكون واضح ويكون جيد ويكون واضح للمصحح.
بالنسبة للموضوع الموالي، شوفوا معايا هنايا، من بين المواضيع اللي كتنزل واللي لقيتها كتنزل في الامتحانات اللي هو الحوار، وانا عاد كنت نتكلم لكم اللي هو تعتمد على علامة الترقيم. كنشوف الموضوع اللي غنكتب فيه اللي اقترحوا عليا، بحال هنا عطيتكم فكرة، عندنا حوار بين صانع زربية يدوية وصانع زربية صناعية. اذا كنجي هنايا صانع زربية يدوية جوج نقاط، كنشوف مثلا القاع عليه التحية، السلام عليكم ورحمة الله، نقطة. كنجي مثلا هنا يخصو رد التحية ويسولو مثلا، أو لا مثلا ماذا تبيع يا سيدي اليوم، هل لديك بعض الزرابي اليدوية، أو كيف مثلا تنسجها، أو لا مثلا غادي كل واحد غادي يتكلم على القيمة ديال المنتوج ديالو كيف ما قالوا لنا هنا في الموضوع. مثلا صاحب الصانع يعني صاحب الزربية اليدوية غيتكلم على الزربية اليدوية باش كتميز، نفس الشيء هنايا صانع الزربية الصناعية باش كتميز هاد الزربية، ودائما في إطار حوار وطبعا باستعمال علامات الترقيم. نمشيو الموضوع الموالي هنا أعزائي، شوفوا معايا عندنا جوج المواضيع هنا في هاد الامتحان، اقترحوا جوج ديال المواضيع. الموضوع الأول سهل جدا وهو ترتيب الجمل. انا نعطيتكم الجواب، قراو نتوما الموضوع وشوفوا الاجوبه. انا طبعا نظرا لضيق الوقت ما غاديش نقرا لكم. اذا هنايا رتبوا الجمل، طبعا كنبغي نرتب الجمل كنقراهم مزيان، كنقراهم ونعاودهم قراءات متعدده، كنشوف شنو هو الموضوع عاد كنبدا نرتب. الموضوع الثاني اكتب موضوع انشائي من 10 جمل تحدثنا فيه عن عيد الفطر وعن اجواء الاحتفال. هنا كاين يعني موضوع وفيه شيء من الحكي عن اجواء الاحتفال، يعني شنو كيديروا الناس في الاحتفال ديال عيد الفطر. طبعا هنا ملي كنقولوا موضوع انشائي يعني مقدمه عرض خاتمه، ما جيتش كتبت مقدمه عرض خاتمه، لا، جيت هنا خليت فراغ كتبت مقدمه، جيت هنا كتبت خليت فراغ يعني هذا بمعنى العرض، كتبت الموضوع اللي عندي. شوفوا هنايا كنرجع للسطر، كنجي غادي نكتب مثلا الخاتمه، الخاتمه ايضا كنخلي واحد الفراغ وكنكتب الخاتمه. هنا المصحح كيكون سهل عليه باش انه يعرف التصميم ديال الموضوع، وطبعا التصميم كيف ما شفنا في الموضوع اللي قبل راه كيحطوا عليه جوج نقاط ثلاثه نقاط، اذا هنا ما ضيعتش عليا ثلاثه نقاط. نمشيو للموضوع الموالي هنا اعزائي، انا هاد جوج المواضيع اقترحتهم عليكم، واللي انا كان يعني من ظني ويعني كنقول بانه ربما نظرا لهاد الجائحه اللي هي كتشتعل الان في بلادنا، ربما يكون الموضوع يتكلم على فيروس كورونا. انا عطيتكم واحد جوج نصوص المواضيع اللي ممكن ان نتوما تحضروا ليهم خدموهم، لا بأس انكم تخدموهم يعني في الان في المنازل ديالكم وانتم كتستعدوا للامتحان، خدموهم. انا اقترحت عليكم الموضوع خدموهم، وطبعا ممكن انكم تواصلوا معايا على صفحه الفيسبوك وعلى جيميل ديالي، انا مخليهم لكم في الوصف، رسلوا لي المواضيع اللي غتكتبوا ان شاء الله ونصححهم معاكم. انا خليت لكم جوج نص المواضيع اللي ممكن يتنزلوا في الامتحان. الموضوع الأول اجتاح فيروس كورونا العالم وكذلك بلدنا المغرب، اكتب موضوعا في 8 أسطر حول هذا الفيروس القاتل مقدما نصائحا لأصدقائك حول الوقاية منه. وهنا هذا الموضوع هذا أعزائي انتبهوا مزين لأنني ما شرتش ليه في المواضيع السابقة، وهو كتابة نصائح. ملي كنقول نصائح بمعنى راه كنعطي أمر، مثلا اغسل يديك، احرص على ان تغسل مثلا بالمعقم الى غير ذلك. اذا هنا غير باش نعطيكم امثله على الافعال اللي خصني نصرفهم في الامر. اذا هنا هذا الموضوع الاول. الموضوع الثاني واللي ما تكلمش لكم عليه في المواضيع السابقه وهو الحكي، يعني الحكي. طبعا الحكي كيكون عندنا في الماضي، تم اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، منها توقف الدروس الحضورية والالتزام بالبقاء بالبيت. احكي
في بضعة أسطر عن أنشطتك داخل البيت خلال هذه الفترة. لاحظوا معي هنا هنا الحكي فهنا عندي إما مثلا أننا نحكي في الماضي أو نحكي مثلا في المضارع. فممكن أنك مثلا ما دمت أتكلم عن أنشطتي في البيت فممكن أنني نحكي مثلا في مضارع. هادو إذن كانوا مجموعة المواضيع اللي من المرجح أنهم يتنزلوا طبعا على حسب الأقاليم. حاولت أنني نشرح لكم كل موضوع، عطيكم التقنيات ديال كل موضوع كيفاش تكتبوا فيه. حاولت أيضا أنني نقترح لكم هاد الموضوعين الأخيرين حول فيروس كورونا باش أنكم تحاولوا تخدموهم، لأن ممكن أنه مثلا يتنزلوا لنا بحال هاد المواضيع بحكم هاد الجائحة اللي كنعيشوا الآن. إذا كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا معايا. أي استفسار في يمكن لكم تخليوا لي تعليق. ما تنسوش بارطاجوا مع الأصدقاء ديالكم الفيديو، ضغطوا على زر الإعجاب للفيديو طبعا فضلا وليس أمرا، وإن شاء الله إلى حصة مقبلة بحول الله.